يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن الجميع بإمكانه أن يدخل الجنة، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سبل الدخول إلى الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة، كل الناس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصلهم وصلتهم رسالة الإسلام بإمكانهم أن يدخلوا إلى الجنة بشكل عادي وبسيط، إلا من أبى. فكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني ومن هذا الذي سيرفض يأبى؟ من هذا الذي سيرفض دخول الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وأطاعه فيما نهى عنه يدخل الجنة بإذن الله تعالى، لكن من يقوم بعصيان أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وعصيان شرعه وعصيان يعني أنه لا يفعل ما أمر به ولا يجتنب ما نهي عنه فإنه يسمى في أنه قد أبى. أرأيت إن أخبرت أحدا عن الطريق وقدمت له الأدلة على أن هذا الطريق صحيح ومع ذلك يخالف هذا الطريق، ألا يكون هو الذي رفض الدخول إلى الجنة أو هو الذي رفض الوصول إلى ما أرشدته إليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن طريق الهداية وبيّن طريق الغواية، من بيّن طريق الهداية وحذر من طريق الغواية وحذر من الطريق الذي يوصل إلى جهنم. فإن أنت اتبعت طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى الجنة بإذن الله تعالى وبرحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن يعني حذره النبي صلى الله عليه وسلم، حذره من كل المحرمات التي حرمت عليه والتي تنقض حياته وتنغص عليه حياته ومع ذلك يصر على فعلها، فهذا يكون في حكم أنه قد أبى، أي رفض أن يدخل الجنة. من الذي يفعل الحلال ويجتنب الحرام فيكون ضمن الداخلين إلى الجنة برحمة الله تعالى، ومن يفعل الحرام ويجتنب الحلال يكون في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من أبى. فنسأل الله تعالى أن نكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: كل أمتي يدخلون الجنة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن لا نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من أبى. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، والسلام عليكم.